السلام عليكم. اليوم حنا كاينين في اوتو هول ديال بلي ملال. جينا هنايا نشوفوا هاد اوبل جروند لاند هنا جديده. هاد الجروند لاند فاز 2 دوره في المغرب كامل تقريبا. دابا يا دابا درت بزاف ديال المدن، اكادير، مراكش، سطات، كازا، الرباط، قنيطره، كل ما رشناهم. ودابا اليوم جات النوبه ديال بلي ملال، وفي نفس الوقت كاين عندنا هاد اوبل جروند لاند جديده. يلاه بجات، يلاه دخلات، باقي ما تلقاهاش كاع كدور في الشارع من غير يعني ديال الناس ديال اوتو هول. تكون انت الاول، دابا راه مطلوقه للبيع، تكون انت الاول شريتيها. قبل ما نبدا هذا اللايف ديالي ونهضروا كامل في هذا الشيء، نبغيكم انكم تبارطاجيو الماكسيموم بوسيبل وديروا لايك غير على قبل هاد الحراره اللي كاين هنا في بلي ملال. اي مدينه كنمشي كنقول مرحبا بيا عندكم، ولكن دابا غنقول لكم مرحبا بكم عندي انا، لان بلي ملال هي البلاد ديالي. يعني دابا نتوما عندي هنا في البلاد اللي هي بلي ملال. يلاه نبداو. المهم ما تنساوش بارطاجيو نتوما، بارطاجيو الماكسيموم بوسيبل، ديروا لايك. قبل هادشي غنبدا لكم نقول لكم ان كما قلت لك احنا كاين في اوتو هول هنايا في بلي ملال. اوتو هول راه ما كايناش في المال، كاينه في 50 ولا اكثر من 50 يعني اوتو هول اللي كاين متفرقه في المغرب كامل، من طنجه لوجده، الداخله، اكادير، بلي ملال. اي مدينه تقريبا مشيتي ليها غتلقى فيها اوتو هول. كما كتعرف اوتو هول شركه قديمه في المارشي، يعني تقريبا عندها اكثر من 100 عام حاليا. دابا في المارشي كاينه فيها بزاف ديال لي مارك، منهم كاين مثلا اوبيل، نيسان، ميتسوبيشي، ديفيسكا، فوتون، كاين بزاف مازال ديال لي مارك، وباقي مازال غيزيدو لها مارك اخرين. كاين مثلا كاين مازال تشيري، كاين عاوتاني المازيراتي حتى هي لافواتيغ لوكس سبورتيف ديالهم. ومع ذلك كاين عاوتاني واحد الخبر اخر ان غيتزاد عندهم حتى الفيات والجيب والفا روميو وابارت، كلهم تاهما غيتزادو اوفيسيال. صافي راه ديجا قالوهم، ديجا هضروا عليهم. يعني الا بغيتي تشري هاد الطوموبيلات هادو كلهم غادي تجي عند اوتو هول. وبس زوينه هاد القضيه هادي يعني ومفرحه بالنسبه كاع لهاد لي مارك اللي ذكرت. وان اوتو هول كما قلت كاينه في المغرب كامل، اكثر من 50 بلاصه كاينه فيها اوتو هول. الله يسلمكم الناس اللي كيقولوا على سلامتي. هي كنت كونجي راه كاينه بلي ملال، قلت لهم صافي ضروري خصني نجي للبلاد هذيك. كما قلت عندنا هنا اوبل جروند لاند اكس جديده، هذه الفاز 2 ديال اوبل جروند لاند اكس، اولا هي هذيك فاز 2 ديالهم اللي مبدل فيها بزاف هو هذا الكالندر اللي قدامي. اولا نشوفوا مع الكوميرسي هنا هو اللي غادي يقول لنا. السلام عليكم. كلشي بخير؟ لاباس الحمد لله. يبارك فيك. تكلمنا شويه على اوبل جروند لاند. بالنسبه للجروند لاند لو شونجمون دار سورتو في لا بارتي افون، القدام ديالها شوفوها مزيان. اييه عندنا سيدي بالنسبه للفينيسيون هادي راه لا جي اس 9، وقرا كاينه فينيسيون وحده دابا حاليا. بوطا فيداس اوتوماتيك عامره تقريبا، ما خاصها والو، كنظن خاصها هي الطوال صافي. الرادار قدام راه هوك، الليد، كلشي، كاميرا قدام، لو راه شوفوا الداخل ديالها بشويه بشويه. الداخل الجديد هو هذا طابلو. باقي غنوريكم واحد اوبل جروند لاند كاينه في تتقد تمايا، هي اللي غنصوروها ونوريكم الداخل ديالها. عقلوا على الداخل ديالها اللي كيدير مزيان، كوكبيت هنا، هذا الباطا فيتاس اوتوماتيك، كلشي انتيريور كيدير. وغتشوفوا الفرق بينها وبين الاخرى، حتى السياج تا هما راه مبدلين طبعا، هذا شيء جديد. الداخل ها هو كيدير تا هو، ها هما لي سياج صراحه رائعين بزاف، والبنو كيجيو ميشلان، يعني تقريبا احسن لي بنو في المارشي تقريبا. وهنا عندنا الكوفر ديالها تا هو الكتريك، او تطلع راسو، تقدر تحلوها برجليك، تقدر دير لها طان طان تحلو، ما كاينش شي شي تحل الحلال والسدان بجوج. الكوفر ديالها كبير بزاف، تحل تقريبا في الكوفر ديالها هي 514. زائد انه غابط طابل، يعني هادو يقدر يهبطو، يقدر تحليها تما، دير بحال هكا شي سكي ولا شي حاجه. في الغالب هنا في المغرب غدير شي زربيه نقولو ولا شي حاجه بحال هكا طويله. طبعا يمكن لك تسدو كما قلت يا بهادي، يا يمكن لك دير رجليك هكا طان ويتسد. طبعا الكلي خصهم يكون عندك، انا ما عنديش الكلي هذيك، ما نقدرش ندير برجليا هذيك. اون جينيرال هي هادي. واللي لاحظ فيها هو ان في هاد اللون الكحل، واخا كحل، كاين اللوغو تا هو كحل، يعني كلشي، اغلبيه الناس كيشدو هاد اللوغو كردهم كحلين، ولكن الشركه فكرت ديريكت انه ديرو كحل. هادي هي بحال قلتي الرؤيه الجديده ديال اوبيل، تا اللوغو من القدام تا هو راه نوار، هو شي نوار. في طوموبيل اخرى غيبان احسن، هادي كتبان كلها كحله، كتبان كلها زوينه، يعني ما خاصها حتى شي حاجه. الثمن شحال؟ واحد وثلاثين وثمانمائة، يعني 31 مليون و160 فريك. لي أم هذا بلا ماتريكولاسيون
بلا بام تيرميطاليز يعني تقريبا نقول شي 32 33 ماكسيموم كاع وشي حاجه 32 و 700 ولكن راه عامره بلي زوبسيون كيما شفتوا راه الكوكبيت في هذا وفي الرادار كتسوق راسها براسها في الطريق تفراني فيها كل شيء